في قوات سوريا الديمقراطية الذين تمكنوا من دحر أعدى إرهاب في العالم. نحتفل بدفعة من متخرجي الجامعة من جميع الاختصاصات، كلية العلوم التربوية، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، من كلية الزراعة، الهندسة، هندسة البتروكيمياء، وبعض المعاهد من الجامعة. المتخرجين لهذا العام ما يقارب 160 شخصا طبعا، وتم دعوة باقي السنوات، سنوات التخرج، وعددهم يقارب 400 شخص. لم نتمكن من التحضير لحفلات تخرجهم بسبب كورونا ومشاكل كورونا.